دائما بغردايه، وتحضيرا للدخول المدرسي لموسم 2015-2016، قامت مديريه التربيه باجتماع تنسيقي مع ممثلي المجلس الكردي واعيان من الملكيين والاباضيين لمناقشه طريقه الدخول المدرسي الجديد مع توفير الامكانيات الماديه والبشريه لانجاحه بعد عوده الامن والهدوء للولايه. عاصم بوخاري ثانية. ما يميز الدخول المدرسي هذه السنة هو عودة الهدوء والاستقرار عبر ربع هذه الولاية. مديرية التربية وفرت كل الظروف المادية والبشرية لإنجاح هذا الدخول المدرسي. ما يخفاكمش باللي كانت لنا لقاءات مع جمعية أولياء التلاميذ وجمعية الأحياء قصد توفير جو ملائم لإنجاح هذا الدخول المدرسي. اليوم رانا متواجدين مع الطاقم في إدارة مديرية التربية وعلى رأسهم السيد مدير التربية للتحضير المدرسي. إن شاء الله نتمنوا يكون إن شاء الله دخول موفق وهادئ، ومهما تكون النقائص في المؤسسات احنا إن شاء الله مع المجهودات لكل الطاقم راه مجند إن شاء الله نقضيو على النقائص بالعقل وإن شاء الله ما يكون غير خير. رانا في اجتماع تنسيقي لتوفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح دخول مدرسي جيد وفي